السلام عليكم. ما زلنا مكملين في مشروع الطرق. بعد ما بتحدد أفضل مسار للطريق من الثلاث مسارات، بتاخد المسار ده وتبدأ تعمله تصميم بشكل كامل. ونيجي دلوقتي للخطوة التانية، وهي التخطيط الأفقي للطريق. يمكن الخطوة دي سهلة ومعظم الشغل بنبقى خلصناه بمجرد ما رسمنا الألاينمنت. أنت بمجرد ما بترسم الألاينمنت على برنامج سيفل 3D، هو أوتوماتيك بيبدأ يقسمه لمجموعة من الستيشنز، وأنت بتقدر تتحكم في المسافات ما بين الميجور ستيشنز دي. عايز الميجور ستيشنز تبقى كل كيلو ولا كل 500 متر او كل 200 متر، فانت تقدر تتحكم فيها. وكمان بيحدد لك النقط المهمه زي نقطه الستارت بوينت ونقطه الانترسكشن لو عندك فيه تغير في الاتجاه بتاع الالاينمنت، ونقطه الاند بوينت. والنقطه دي مهمه عشان بقدر منها اعرف طول الطريق بتاعي قد ايه. فمثلا طول الطريق عندي هنا 13 كيلو 345 متر. طيب انا كده اللي ناقص عشان ابقى خلصت التخطيط الافقي للطريق؟ هو التخطيط الافقي للطريق بيتكون من حاجتين: خطوط مستقيمه اللي هو الالاينمنت اللي احنا شايفينه، وتاني حاجه منحنيات افقيه. المفروض ما ينفعش عندي يبقى التقاطع بتاع الطريق بالمنظر ده، يعني ما ينفعش تبقى الزاويه حاده بالمنظر ده، لا لازم اعمل منحنى في الجزء ده. وبما ان انا دلوقتي ببص للطريق من فوق، فالمنحنى ده يعتبر منحنى افقي زي اللي واضح عندي هنا في الصوره. يعني مثلا الطريق ده كان ماشي في الاتجاه ده، بعد كده غيرت اتجاه الالاينمنت وخليته ماشي في الاتجاه ده، فبالتالي في الجزء ده بقى عندي هنا فيه ايه؟ منحنى. والمنحنى ده بما ان دلوقتي باصص الطريق من فوق، فالمنحنى ده يعتبر منحنى افقي. طب بنصمم منحنى افقي ده بناء على ايه؟ بنحسب له نصف القطر r اللي عايزه يحقق لي شرطين مهمين جدا. اول شرط يحافظ على السرعه التصميميه للطريق. انا دلوقتي الطريق ده اللي بصممه عايز سرعه الطريق عليه تبقى 100 كيلومتر في الساعه، يبقى انا عايز نصف قطر المنحنى ده يحقق لي الشرط ده. تاني حاجة يحقق لي مسافة الرؤية المطلوبة، بحيث لما تبقى ماشي انت هنا على الكيرف تبقى شايف الحاجة اللي قدامك، ما تتفاجئش بحاجة تطلع لك فجأة. وبنحسب الـ R minimum من المعادلة دي. المعادلة دي هتلاحظ انها بتعتمد على السرعة طبعا اللي هي V تربيع، وانا الـ V هنا هاخدها اللي هي سرعة التصميمية بتاعت الطريق. فلو الطريق اللي انت بتصممه كان سرعة التصميمية ليه 100 كيلومتر 100 كيلومتر في الساعة، تبقى تعوض بالـ V هنا بكام؟ ب 100. طيب ايه الـ FS؟ ده الفريكشن سايد او اللي هو الاحتكاك بتاع الطريق، وده بيعتمد على السرعه. فمجرد ما عرفت السرعه كده انت عرفت الفي وعرفت كمان مين الاف اس. فاضل لك اخر حاجه اللي هو الاي، وده اللي بنسميه السوبر اليفيشن ريت، وده بيبقى موجود في المنحنيات الافقيه. لو لاحظت في الطريق هنا هتلاحظ انك لما بتيجي تدخل على الكيرف ده بيبدا في ميل هنا بينزل لتحت. طيب ايه الميزه من الميل ده؟ الفكره ان العربيه لما بتيجي تخش هنا على المنحنى الافقي، نتيجة القوة الطاردة المركزية بتبقى عايزة تدفع العربية لبره الطريق كده في الاتجاه اليمين، فأنا بميل الطريق كده لتحت بحيث إنه يقاوم القوة الطاردة المركزية. وعادة بناخد الـ AD ب4% أو 6% أثناء التصميم. فأنت بتعوض في الإيكويشن دي وتحسب منها قيمة الـ R minimum، وبتصمم الطريق يا إما على الـ R minimum أو أكبر منها. فمجرد ما عرفت أنت قيمة الـ R minimum، كنا احنا في التصميم المنحنى الافقي كنا بنشابه مثلثات، كنا بنطلع كميه حاجات زي طول الكيرف، وبنحسب الدلتا اللي هي الزاويه بتاعه المنحنى، وكنا في حاجه كمان بنحسبها اللي هي التي. كنا ليه بنحسب التي دي؟ كنا بنحسب التي عشان نجيب منها نقطه بدايه الكيرف هنا. فانا عارف دلوقتي نقطه الانترسكشن، فانا عايز اطرح منها قيمه التي عشان تديني نقطه بدايه الكيرف. طب انا دلوقتي بعد ما بجيب نقطه بدايه الكيرف، ازاي بجيب نقطة نهاية الكيرف؟ أنا المفروض الطريق بتاعي يبقى ماشي على المنحنى الأحمر ده، فلو عايز أعرف نقطة النهاية هتبقى بتساوي الستيشن دي زائد طول الكيرف ده عشان يديني نقطة نهاية الكيرف، وده هيبقى المفروض المسار الحقيقي بتاع الطريق. فأنت بمجرد ما رسمت المنحنى الأفقي ده هتلاقي الستيشنز اتغيرت. وعلى فكرة أنت عشان تصمم المنحنى الأفقي ده على برنامج سيفل 3D، الموضوع بسيط جدا، محتاج بس منك قيمة الار اللي انت هتصمم عليه. فمجرد انت ما بتحدد له قيمة الار بكام، هو اوتوماتيك هيرسم لك المنحنى ويحدد لك نقطة الستيشنز بتاعت الكيرف ونقطة الستيشنز بتاعت نهاية الكيرف. وكمان هتلاقي ان طول الطريق اتغير. طب ليه طول الطريق هيتغير؟ لان المسار اصلا بتاع الطريق اتغير. في الاول كان مسار الطريق بيمشي على الخط الاسود ده كده، بعد كده بينزل لتحت، لكن دلوقتي لا، هو الستيشنز المفروض هتبقى ماشية على المنحنى الاحمر ده لحد نقطة بداية الكيرف، بعد كده هيمشي على الكيرف، بعد كده يرجع تاني على الايه؟ على الخط المستقيم ده. فبالتالي هتلاقي طول الطريق بيقصر شوية من الطول القديم. وبكده المفروض نكون عملنا التصميم الأفقي
للطريق. طيب في حاجات المفروض تاخدها في اعتبارك وانت برضو بتصمم او بتعمل الالاينمنت. ما ينفعش يبقى عندك فيه هوريزونتال كيرف في تقاطع، يعني مثلا لو في عندك هنا طريق موجود في المنطقه دي ما ينفعش يبقى التقاطع بتاع الطريقين فيه هوريزونتال كيرف هنا، لان الموضوع هيبقى صعب في التصميم وصعب على اللي ماشي في الكيرف ده. فيفضل ان لو عندك فيه تقاطع طريقين مع بعض يبقى التقاطع في منطقه ما فيهاش هوريزونتال كيرف.